وين هون؟ هيدا شفتو؟ فرجيني فرجيني كتبت لك يا هون حتى شفت هول الاشياء اللي عجبتني. طبعا بخبركم كمان في العدد الجديد هلا بتسمعوا بتشوفوا. ايه برون برون فرجيني ثيابك. صحيح موت شو لابس جو؟ سكوتلندا. لحظة زين زين هذا سكوتلند؟ نعم يعني ستيل شوي. كان عندي حفلة وكان جاي على بالي اطلع بي لأنه كلهم يانج وشباب فكان الحفلة بدها هيدا الستيل. حلو كثير؟ ايه حبوا حبوا الناس كثير حبوا كل الناس تصورت وحبت الأفكار. وين؟ كنت وين؟ بكره بتعطيك الصور. طب يلا تفضلي عادي هلا خلصينا. طب عاد وين كانت الحفلة؟ طب عادي هلا بنخبرك تفاصيل. ولا بضربك وين الحفلة؟ يا ربي عادي عادي مع سبدرين المفروض لحتى يكسر. يلا عادي. ليش مع سبدرين حتى يكسر؟ لازم عم تحكي بستايل. رح اقول لك شغلة يعني انا بحب يكون الاشياء دايما تكون عكس اللي انت متوقعتيها. يعني لما تكوني لابسه جاكيت وجرافات وقميص تتوقعي يكون بنطلون كثير رسمي والشوز اسود لا لميع او اسود وشوز عادي الرسمي. انا قلبتهم كنت من فوق رسمي ومن تحت جنيت لانه انا لما انا يعني عملت هيدا الستيل بالكليب ولا بغير الكليب ما عملته كرمال بدي غني. يعني ما جيت انا فكرت انه انا لما بدي غني لازم اعمل قيل وقال واخترع لوك جديد لحتى الناس تحكي عليه والناس تقول معه ضد. ابدا هو هيدا انا اللي بفوت على ارشيفي من بدايه حياتي المهنيه بعالمي هو هيدا انا هيدا ستيلي. فالناس ممكن تحب وممكن ما تحب لكن انا هيدا انا. وكثير مهم انك تخلقي هويه لإلي وتقدري تعملي شيء بيشبهك والناس تحفظك فيه. واما على انه حدا يتقبل ما يتقبل فانا بحترم كل الاراء لكن مع الوقت حيتقبلوا اكثر.